مساء الخير لكل مشاهدي تلفزيون سوريا، رح نكون معكم بساعتين تقريبا بحلقه جديده من برنامج لم الشمل. مساء الخير روان. مساء الخير محمد، اكيد حلقتنا لليوم رح نشوف اهم المواضيع فيها. ايطاليا تستقبل 75 لاجئ سوري من لبنان. هل يريد النظام تجويع المدنيين في ريفي إدلب وحماة عبر حلق المحاصيل الزراعية؟ شهر رمضان فرصة لتطبيق الصيام الإلكتروني لعلاج الإدمان على الإنترنت. بداية كالعادة مع كيف الحال؟ استقبلت إيطاليا 75 لاجئ معظمهم سوريون من مخيمات اللاجئين في لبنان التابعة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وقال التلفزيون الحكومي الإيطالي إن اللاجئين وصلوا عبر مبادرة الممرات الإنسانية الموقعة من مؤسسات كنسية في البلاد بحسب وكالة الأناضول. هذه المبادرة كانت بالتعاون بين جماعة سانت إيجيدو ووزارتي الشؤون الخارجية والداخلية في إيطاليا المسؤوليتين عن إصدار تأشيرات لأسباب إنسانية. في الأردن أصدرت الحكومة قرار بوقف تجديد تصاريح العمل للاجئين السوريين، وذلك في قطاع السياحة والإنشاءات والصناعة وأيضا التجارة. حيث كانت وزارة العمل الأردنية أصدرت قرارا يقضي بإيقاف تجديد تصاريح العمل للعمالة الوافدة في بعض القطاعات، وذلك في إطار دعم العمالة المحلية. بالمناسبة من سنة 2016 تعهدت مفوضية اللاجئين بدفع كامل رسوم وتكاليف إصدار تصاريح العمل للسوريين المقيمين في الأردن، واللي تقريبا قيمتها 350 دينار أردني أي حوالي 500 دولار أو أقل قليلا. وإلى خبرنا التالي، حتى انقطعت خدمات الإنترنت عن معظم مناطق القلمون الغربي في سوريا بسبب العاصفة المطرية والتي حصلت يوم أمس. وقال مدير الاتصالات اتصالات ريف دمشق جمال القالش إن العاصفة أدت إلى تشكيل سيول جارفة كبيرة سحبت الكوابل الضوئية من تحت الأرض، وأضاف أن الكابل الضوئي الممتد بطول 400 متر تقريبا تضرر، مشيرا إلى أن ورشات المديرية تعمل لإعادة الخدمة للمشتركين. كشف المدير العام للشركة السورية للاتصالات بكر بكر عن الانتهاء من عملية إصلاح أحد الكوابل الضوئية التي تربط الشبكتين السورية واللبنانية أثر انقطاعه أمس بسبب السيول الجارفة والتي ضربت أحد أجزاءها. واضح مش مشاكل كبيرة بالكابلات الضوئية. وأكد بكر في تصريح لوكالة سبوتنيك الروسية أن عمليات الإصلاح انتهت، مشيرا إلى أن القطع أصاب الكابل عند منطقة معلولة بالقرب من الحدود اللبنانية شمال غرب دمشق. وإلى تقريرنا التالي عن مصطفى وعائلته الذين انتقلوا إلى لبنان بعد سوء الأوضاع في سوريا ليكون لهم بصمة خاصة في قلوب الناس. وقاموا بصنع الحلويات الرمضانية وبيعها بمبالغ زهيدة في رمضان. دعونا نتابع القصة. بمعدات بسيطة وحركات متناسقة يعد اللاجئ السوري مصطفى الرحمون ابن معرة النعمان أقراص المشبك، حيث نقل هذه المهنة إلى لبنان والتي كانت مهنته قبل اللجوء. تركت سوريا من 7 سنين وجيت لهون على لبنان، وصرت اشتغل بكل سنة برمضان أنا وابني ومرتي يعني على المشبك، والزباين تجي علي كل يوم المساء بتسأل عني وبتأخذ عن الزباين كلها من عندي يعني هون، وتعودوا على المنطقة هون. أصبح مصطفى وزوجته يفتتحان في كل رمضان بسطة لصناعة هذه الحلويات أمام المرة وبطريقة تقليدية احترافية، وأصبح لدى مصطفى زبائن كثر اعتادوا على حلوياته. تعتبر أكل الشعبية وأكل تراث من تراثنا من سوريا
من عراقتنا يعني، بيجي باخذ من عند ابو محمد، اكله كثير طيبه وكثير مشهوره ومعروفه جدا. جربت كثير محلات فلقيت الطيبه والتراث، اكل القديمه اللي بذكرنا بالضيعه والجمعه الحلوه هي عند ابو محمد. هذه الحلويات الشعبية في سوريا تعد جزءاً من التراث الرمضاني، وقد أصبح أغلب السوريين يقصدون مصطفى لشرائها لأنه يقوم بإعدادها أمامهم وبمبالغ زهيدة. 7 أعوام مرت ولا يزال مصطفى وعائلته في كل رمضان يأخذون نفس الزاوية في المنطقة ذاتها ويعملون في مهنتهم البسيطة التي أبدعوا فيها على أمل تطويرها. شبك ما بيصير بلا برمضان عموما. هلأ رح ننتقل لحكي ميديا. صار وقت نرحب بعابد. مرحبا عابد، وشو عندك اليوم؟ يسعد مساك روان، ويسعد مساك محمد، ويسعد مسا جميع مشاهدينا بحكي ميديا ضمن برنامج لم الشمل، وكالعادة استعراض لأبرز وأكثر المواضيع المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي. البداية كالعادة من سؤال الحلقة، وهو لليوم: هل يريد النظام تجويع المدنيين في ريفي إدلب وحماة عبر حرق المحاصيل الزراعية؟ كالعادة فيكم تفوتوا على صفحتنا على الفيسبوك، صفحة تلفزيون سوريا، وتصوتوا بنعم أو لا، وأيضا تتركوا تعليقاتكم وانطباعاتكم عن الموضوع. رح بلش حكي ميديا بهذا القسم بداية من موضوع المؤتمر اللي عملوه معهد الدبلوماسية الدولي في برلين، واللي ناقش أو نوقش في آفاق السلام في سوريا. وحضر هذا المؤتمر رفعت الأسد، الشقيق الأصغر لحافظ الأسد، والذي يعيش خارج سوريا منذ 80s القرن الماضي. طبعا رفعت الأسد يعني عمل تصريحات بهذا المؤتمر، كانت تصريحات جديدة عملت ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أنها كانت غير مفهومة تقريبا، بسبب التقدم بالعمر يمكن. زملائنا أكيد بنيوم ميديا دائما مواكبين لهذا لهي المواضيع، عملوا لنا هذا الفيديو اللي بيلخص التصريحات اللي قالها رفعت الأسد مع مجموعة من المؤثرات. خلونا نشوفهم سوا. الحرب ليست عدو للسلام، بل هي زراع السلام الذي يضرب الفوضى. نحن في حرب لها لونين، أو لونين، لون الحرب السلام ولون الحرب الإرهاب. الحرب مقدسة، الحرب مقدس، والفوضى تحتاج إلى حرب لنحقق السلام. ذلك لا يسعنا إلا أن يمد السلام يده الذي هو الحرب. بدور نعطيهم دور للتانين، من هنا يأتي تقديس الحرب. لا، لازم نعطي دور للتانين. يعني أنا وإياكم العالم كله نحن وجهة. يبدو أن هنالك أمور غائبة، كل الغيب لا نعرفها، قد تكون حقا وقد تكون غير حق. واضح انه يعني في موهبه عند جماعه النظام، حتى لو كان تارك على اساس رفعت بس رفعت وسهيل الحسن، حتى بشار الاسد لما بيحكي تحاول تعرف انه شو بده، بس يعني فلاسفه من الاخر. هلا هو يمكن في مبرر، لا يمكن التقدم بالعمر يمكن، او ما بعرف يعني، بس يعني انحكى بهذا الموضوع اكثر من مره يعني. بالعموم تصريحات يعني اثارت ضجه كبيره على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصه وضع رفعت نفسه يعني اللي مغادر سوريا من 84 تقريبا على ما اذكر، وفي اتهامات له بمجازر تمت في سوريا، وأبرز يمكن مجزرة حماة مثل ما بنعرف. بالعموم التصريحات يعني مثل ما قلنا أثارت ردود فعل كبيرة. رح ناخذ بعض التعليقات اللي إجت على هذا الموضوع وتحديدا على هذا الفيديو على صفحتنا على الفيسبوك. خلونا نشوف أول تعليق معنا للينا، بتقول: عندما يتكلم المجرمون عن السلام، طبعا باعتبار المؤتمر كان له علاقة بالسلام. أيضا أبو ناصر بيقول: على العالم أن يعرف أعداء العالم، ومن لا يعرف أعداء العالم فليس من العالم. طبعا عم بيلمح لسهيل الحسن، النظرية الشهيرة، نظرية العالم تبعه. أيضا معنا محمد بيقول: الله يفجع الشعب السوري بهالعيلة الوسخة، ضل رويبضة ما طلع ونظر على دم هالشعب المسكين، لعنة الله عليه وعلى كل من شارك بدم شعبي. ايضا اخر تعليق معنا لفيصل بيقول: هل عرفتم
من كان يحكمنا أرذال القوم. هو يعني في شغلة ملفتة كمان بالفيديو بدنا نقولها، أنه كان في ترجمة، ما بعرف مين اللي عم يترجم، بس كان عم يترجم غير الكلام اللي عم بيقوله، يعني الصورة اللي عم تتصدر للأجانب كانت منمقة نوعا ما. كان عم يصلح له، هو ريبال، هو ابنه. ريبال كان حكى يعني أنه هو ريبال كان عم بيترجم، وكان عم فعلا مثل ما قلت كان عم بيغير بعض الترجمة يعني لتتلائم، يعني التخبيصات شوي يضبطها يعني يحاول يرتيها. رح أنتقل مشاهدينا إلى موضوعنا التالي، وهو تصريح وزير الدولة للإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية اللي اتهم محمد المومني، اللي اتهم السوريين بالتجيج ضد بلاده عبر وسائل التواصل الاجتماعي. طبعا القصة هي كلام الوزير طبعا إجا أثناء استقباله لسفير المملكة العربية السعودية في الأردن، وكان عم يعلق على التعليقات السلبية اللي إجت على مواقع التواصل الاجتماعي على خلفية قانون الضرائب اللي تم فرضه في الأردن. طبعا هذا الموضوع تفاعل معه رواد مواقع التواصل الاجتماعي بطريقة كتير كبيرة على السوشيال ميديا، وخاصة من السوريين. مثل ما نعرف في عنا إضراب، الإضراب عن العمل بالأردن، وموضوع من امبارح لليوم هو شغال بالأردن. تصريحات المومني كانت اتهامات للسوريين أنه هنا عم بيحرضوا، وأنه 49% من التعليقات السلبية على مواقع التواصل الاجتماعي هي من السوريين. موضوع مضحك إلى حد ما، يعني شافوا رواد مواقع التواصل الاجتماعي وعلقوا سوريين وأردنيين على الموضوع. رح ناخد بعض هاي التعليقات. أحسن أحمد حسن الزعبي بيقول: المومني بيقول 49% من التعليقات السلبية ضد الأردن مصدرها سوريا، إيه لكان لك خيو. أحمد حسن الزعبي من درعا البلد، يعني هو أردني بس يعني بيقول أنه أنا من درعا يعني. والزعبي أساساً يعني موجودين على الطرف، هي عائلة موجودة بالتنتين. نور بتقول: بستغرب من وزير الإعلام الأردني محمد المومني بأن يتهم السوريين بتجييش الشعب الأردني حول إضراب الكرامة الذي سينفذ اليوم. كأنه المومني متجاهل أنه عمان أغلى مدينة في العالم والشعب عايش من قلة الموت. يا وزير، الشعب على حافة الانفجار مع هاشتاج إضراب الكرامة. أيضا تعليق آخر، زياد نصيرات بيقول: وزير الإعلام الأردني محمد المومني 49% من التعليقات السلبية على مواقع التواصل الاجتماعي حول قانون ضريبة الدخل، وخاصة تعليقات سلبية مصدرها سوريا. معكم زياد نصيرات من دمشق، وتحديدا حارة الضبع. كمان أردني أنه هو سوري. عادل بيقول: عاجل أنباء عن مشاركة حارة الضبع في إضراب الأردن اليوم بعد تصريحات المومني. لك الله محيي البطن اللي جابكن يا أبضايات. ليكو، مع هاشتاج ليكو، ليكو باعتبارها هي كلمة شامية أو كلمة سورية يعني. هو ما بيتعلموا المسؤولية العرب، يعني بيشتغلوا بنفس الكتالوج دوما، وكل ما بيصير مشكلة عندهم مشان ما يعترفوا بالمشكلة بيقول لك هدول أصابع خارجية بقى شيء، ولا صار السوريين يعني الشماعة اللي الكل عم يحكي فيها مؤامرات كثير. في احنا انتقينا بس هذول التعليقات، لكن في كثير يعني تعليقات سواء كان من سوريين او اردنيين عم يسخروا من هذا التصريح، تصريح المومني. واليوم في دعوه لاضراب، مو بالاحرى مو مظاهرات، اضراب من امبارح لليوم، وراح نشوف بالهاشتاجات بالقسم الثاني اكيد بحكي ميديا انه اضراب الكرامه او الاضراب، اضراب الاردن هو متصدر اليوم. اكيد بالقسم الثاني مشاهدينا راح يكون في لنا وقفه ثانيه مع حكي ميديا. وهلا نرجع لعند محمد وروان كمان بلم الشمل. شكرا لك عابد. مشاهدينا نحن مكملين معكم فقراتنا بعد الفاصل.